على الجانب الآخر، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا. وأوضح المكتب أن هناك نحو 2600 إصابة من بينهم حالات خطرة. وقال المكتب الإعلامي إن عدد الرهائن بقطاع غزة بلغ 250 إسرائيليا. في غضون ذلك نشر جيش الاحتلال أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات. وجاء ذلك من ضمن تلك الأسماء ضباط برتب عالية وكذلك جنود من الاحتياط. وبذلك يكون جيش الاحتلال قد أعلن عن هوية 114 من جنوده وضباطه قتلوا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي. هذا وأفاد بيان لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل السياسيين هم حالياً في صفوف المعارضة.